الخطر، هما والاب ديالهم ومرات باباهم وخاد مرات باباهم، تيجيو ليا تيتهجموا عليا، وانا ما عندي فين نمشي، باقي عندي جوج الوليدات، ما عندي فين نمشي نخرج من الشارع، وعنده خمسه د الديور، وهو واحد المجرم واحد النصاب وعنده يد كبيره، تيقول لي مشي جري طوالك، ما تصور مني حتى شي حاجه، تيكري عليا الناس تيتبعوني. السيد تبعني من حومه الورده تنشر من ديفان، هو تابعني هاد السيد، دخلت من البقال نتسخر بقى حاسس عليا تخرج، ملي خرجت السيد تابعني، ملي تشبروه الدراري قالوا علاش تبع هاد السيده، قال لهم انا كري دخلوا علي بالدار قالوا علاش انا تبع هاد السيده، قال لهم رانا مكري عليها، جبروا عنده رضومه ديال المخدر والشفره، من تما كرا عليا جوج نسا عاملين الخيمار، ماشي اللي تساماو معايا كساعتك وحده صبرتني من هنا وحده شبرتني من هنا، فكوني الناس ساقت لي هي فيك والله لا خليتها. من بعد البارح كشفت واحده المراه ديالو اللي مجوج بها دابا الثانيه وخصها المراه ديالو مع بعضياتهم تيجيو، وانا يا دابا ما عندي فين نمشي، انا الا خرجت من الدار ما عندي فين نمشي، نمشي انا الشارع هاد السيد ماشي ما عندوش باش يسكن اولا ما عنديش، وانا عملت الشكايه الاولانيه عند وكيل الملك وعملت الشكايه الثانيه عند وكيل الملك وبالشهاده الطبيه بكل شيء ديالي، وفي مثلا مشيت تنجبرو تيسكري على الدوام ما تيخليهاش يطلع. انا عندي معاه سبعه ديال العيال، خمسه معاه وجوج معايا، هادو من الرجال، هو البنات ما تيحملهمش تيبغي غير الاولاد، البنات ما تيحملهمش بالنسبه تيبغيهمش، معاه الاولاد الاولاد هما اللي تيضربوني، هادو ولادي انا في عمر واحد في عمره 22 واحد في عمره 24 24 سنه، لا ما نقول السميات ديالهم فهمتي، بغيتي نوري باهم اللي حرضهم عليا، البارح جاني تندر تندر البارح تهجم عليا، عيط المقدم عيط للبوليس جاو شدوه، تندر جاني تهجم عليا بالشهاده ديال الجيران بكلشي، تيسبوني وتيقولوا الهضور اللي ما ليكونوش، هادو ولادي تعذبت عليهم وعطشت عليهم وجعت عليهم وحفيت عليهم، كنت نشوف هادشي في التلفازه دابا تجربته في راسي، قلت نقول انا مستحيل هادشي هذا شي واحد يعمله، حق تجربت ولادي تيعملوها لي، حتى شي واحد ما يقدر يعملها، حنا الا كانوا باقي لنا الوالدين ديالنا نطيحوا الملات على رجليهم، وليتك انا ولادي تيسبوني وتيضربوني، انا عييت عييت جهدي تقاضى لي عييت مالي وما عنديش فين نمشي، قال لي الله سبحانه وتعالى والكرامه ديالو، انا لا نطلب ربي يحط لي الحق ديالي ويوس خاطي يقول لك خاص تقول الام ديالك، تيقول لك انا صافي ما بقيتش انا الام ديالي، هي هذه مرات با هي الام ديالي، انتي ما بقيتيش ام ديالي، انا يفضلوا مرات باباهم عليا، انا يفضلوا مرات باباهم عليا انا، حيتاش انا واخا جريت انا السيد ديتهم الزيرو ما عنده الا الله والكرامه ديالو، وخدمت معاه كنت نمشي نرعى كنت نمشي نتزاد لي الزياده نمشي نرعى تزاد لي الزياده نمشي انا كنت ساكنه في الباديه في ضربه عين داليا، بالحقيقة دابا ملي طلقنا انا رجعت نسكن هنا في طنجه، هذا الدار دابا اللي خرجني منه النص ديالي كانوا النص ديالو، عمل هو تيقول لي خدم ونعملو دويره انا وياك، صدق هو ديك الدار عمله كامله في سميتو، ملي قلت له انا شنو هادشي عملتي قال لي مشى كلشي ديالك، قلت له كيفاش كلشي ديالي فمك، قال لي لا كلشي ديالك، اخر ساعه بقيت كنقول وحشوم عليك انا خدمت وقطعت صحتي وهاليوم اخر ساعه عملتيها كامله في السميه ديالك ما يمكنش، وتما الارث دبا حتى هو كنت نجبر ونعطيه، يقول لي راه نخليهم باش نعملو دويره، عملو النص ديالي والنص ديالك، نصب عليا هاد السيد، من بعد ديك الساعتين قال لي دابا اللي بغيتي تعملو عملو، بغيتي تجلس تبارك الله، ما بغيتيش تجلس الباب د الزنقه جري طوالك، الحيط اللي جاك عليه نقص عليه، قال لي مشي انتحر ولا مشي شعط راسك ولا راسك كتري مشي قوز فيها، انا قلت مع راسي انا صبر راسي شنو غنعمل مع هاد المجرم، مشي نعمل شي كارثه نخلي ولادي بنيتات، عندي الشكايات ها هما، ها الشكايات فين هما، ها الشكايه الاولى ها هي فين هي، هادي الشكايه الاولى، هادي الشكايه الاولى، ها الشكايه الثانيه ها هي، ها الشكايه الثانيه فين هي، السيد مجرم ونصاب وعندو المجرمين ديالو عندو العصابه ديالو، ما تيغلبو حتى شي واحد، يقول لك انا يدي طويله ما تدي مورايا حتى شي حاجه، ما تطول مورايا حتى شي حاجه،
ما عندك ما تدي مورايا، شلي ما بغيتي تعملي ما غتلحق مورايا حتى شي حاجه، وما نرتاح الا مرميتك في الشارع وشوف الشمكاره تيقصوا فيك عاد نرتاح. السيد عطاني السيد قال له جوج منايل نعطيك وخويها الولاد، ديها غبرها ما تبقاش تمايا، فهمتيني؟ دابا يا ناس نطلب الحق ديالي، الحق ديالي اللي نطلب به، وعندي الدعوه فيه في المحكمه على ديك الدار، عندي الدعوه معاه في المحكمه على ديك الدار، تنقول نطلب الحق ديالي. هو ديك الساعه تيشبر ملي شاف، طلبت انايا الخبره من القاضي خصني نعمل الخبره، قال لك هو ما عندوش فيسكن، هو عنده براكه وعنده خمسه ديال الديار، قال لك في عين داليا، في عين داليا عنده خمسه ديار ساكن فيهم، ساكن فيهم وعنده كسيبه، عنده بقر، عنده الغلم، عنده المعاز، عنده كل شيء، وانا بنته ما تيصرفش عليها، ما تيجيب لا عيد ما حتى شي حاجه، العيد 2018 ما جاب لها لا عيد لا حتى شي حاجه، وبنته باقا صغيره ومن حقه يجيب لها العيد، ما تينفق عليها، ما تعرف لا في مدرسه ولا في عيد، واخا حكمه واخا حكمه المحكمه من 2000 مصرف عليها من 2017 حتى 2018 2019 2020 هذه تخلص 2021 حتى 2021 ديك الساعه هذيك عطاني من يوليو 200 الى يوميا هذا باقي ما كملت حتى شي حاجه، ما هزت ما عطاني حتى شي حاجه، فهمتي كيفاش؟ انا دابا عييت ومغلوبه تحت الله سبحانه وتعالى، وما عندي حتى شي واحد واقف معايا الا الله سبحانه وتعالى، كنطلب من العداله وتعطيني حقي، تاخذ لي حقي قريبا ما بعيدا، فهمتي كيفاش؟ انا السيد ما كان عنده حتى شي حاجه، وبقيت لا نخدم لا نخدم لا نخدم لا نخدم لا نخدم، قلت له نمشي للسواق ديال حولي، السوق ديال سيدي ادريس، السوق ديال بوخالف، السوق ديال قزنه، يا السبت الزينه تاع عين داليا، ديال رجلي ورجلو كنا تنمشيو نبيعو الحواله، ملي تنمشي في الصباح تنجي حتى المغرب تنبيع مع الحواله، وكنت تنمشي للسوق نهز القفاف على طهري ونجي لها تتودي العشاء وانا باقا في السوق، وهذا السيد ما شاف لا قليل لا بزاف لا حتى شي حاجه، مشى تزوج عليه، مشى الساعه اللي انا مرضت جاني السكر، جاني الطونسيون، جاوني الكلاوي، عندي سياتك، مشيت قوصت الطبيب قال لي ما تبقاش تخدم، قال لي كيلو قال لي كيلو ديال البطاطا لا تقسمو، سمع نص كيلو هنا ونص كيلو علاش ادي الميزان معاوض، مين شافني هو ما بقيتش نقدر نخدم، قال لي شوف غتكمل معايا في الخدمة تبارك الله، ما تكملش معايا في الخدمة الباب ديال الزنقة، قلت له أنا خدمت تاعي تطيح صحتي، شوف مشات الصحة ديالي ترزيت فيها، ترزيت فيها في هاد الشي هذا، قال لي ما تنعقلش عليك من هنا الرافينة، ما تنعقل عليك من هنا الرافينة، دابا بغيتي تكمل تبارك الله بغيتي تكمل باب ديال الزنقة. ديك الساعه شبار مشى رفع عليا دعوه ديال الطلاق وتزوج في 15 يوم باش حكمتنا سبعه د العيال، جوج ديال البنيتات وخمسه د الرجال، عندي الولد مجوج عنده بنيته عندها 4 سنين وعنده البنيته عندها 3 شهور و10 ايام، هذا الولد مجوج وعندي بنيته هي خاصها المدرسه، شكون يصرف عليها؟ انا مريضه ما قداش باش نصرف، وهذيك الدار عندي فيها جوج الكراي، ملي ما كانش هو تيعطيني النفقه قال لي مشي كري هذيك الدار، كري ديك الدار باش تنفق بها على البنت، ودابا هي انا اللي يجي اللي تهجم عليا على الكري على كل شيء، والكري فيه فيها البنات، هو تيجي تهجم عليا هو ولادو ومراتو والنسيب ديالو وجوج د ولادي، لا يتحاماو عليا